السلام عليكم، مرحبا بجميع المتابعين من قناة أم عبد المغيث. يتجدد لقاء بكم في حلقة آخر، وهذا المرة دائما مع الوصفات الطبيعية بزاف، خاصة كيعاني من وراء زلزال الفاجعة وراء هذوك اللحظات اللي بقاو تعانيو من هذه. نتمنى انكم تحاولوا تعودوا وليداتكم على الصور اللي تيكونوا في الانترنت الموضوع، وكذلك نحاولوا اننا من ديك القضيه هو ضربها هو عودها هو، لانه ناس كبار ديالي ياك ما غادي يعاود يضرب غير ملي كتبدا تطيب كتبت نبح يا ربي سلامه. كما قلت لكم انا ناس راني عندي في العائله وتيعانيو من هاد الخلعه، تيعانيو من هاد المشكل ديال في الليل ما كينعسوش مرتاحين بالمره. دونك نحاولوا ما امكن اننا نبعدوا الناس اللي القضيه جد مهمة في الليل، بس بقاوش بالمرة تصدقوا اي حاجة كتقال في الفيسبوك، اي حاجة كتكتب، اي حاجة تتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لان بعض المرات تدخل ديك القضية ديال البحث عن نسبة المشاهدات، البحث على الربح السريع، البحث على البوز. دونك هنا ما تبقاوش انكم اللي سمعتوها تدخلوها حكا راه ضرب دابا صافي تنوضو مخلوعين نتوما والوليدات ديالكم. وليدات خصهم يركزوا في الدراسة، خصهم يبقاو كيما تنقولو النفسية ديالهم لا، وفي نفس الوقت ما نعيشوهم نهائيا هذاك الرعب، لأنه العقل ديالهم صغير صعيب أنه يستوعب هذاك هذا الأمر بالكامل. هذه من جهة، من جهة أخرى نحاول ما أمكن أننا وصفات طبيعية اللي تهنينا من هذا المشكل نحاول ما أمكن أو لا اللي نحاول ما أمكن أننا ننساو بها هذا المشكل اللي بقات، لأنه كاينين الناس اللي شدهم حتى العصب في المعدة، عصب في المصارن وغيرها بسبب هذه القضية ديال الخلع ديال الزلزال. ممكن ردوا البال، ومن بين الوصفات اللي كان تحكم وصفات قديمة ديال الجدوات ديالنا واللي أكيد كانت كتعطي واحد نتيجة جد سحرية وكتحيد حتى الخلعة اللي تتسببها أو اللي كيسببها وتنتصابوا بمشكل ديال القولون العصبي، وكذلك المشكل ديال وي معكم كنشوف واحد شيه ليا كما قلت لكم هاد الخلعه راه كتاثر ماشي غير على النفسيه، راه حتى على الجبي، بحيث انه تيقدر انه نقولوا العصبي كنعانيو من مشاكل، كنعانيو من مشكل ديال الاكتئاب اللي كنهملو فيه راسنا، كنهملو فيه الاحلام ديالنا، كنهملو فيه الحياه الخاصه ديالنا. دونك في اتونسيون. اول وصفه غادي تاخذوا هي غادي تاخذوا الكاموميل او البابون، جوج هاد الوصفه وكتحيد حتى غادي نزيدوا عليه معلقه كبيره ديال النافع او ديال نضيف معلقه صغيره ديال حبه حلاوه. بالنسبه لحبه حلاوه يستعملوها دائما النساء فقط، لانها كتطلع لنا الهرمون ديال الاستروجين. غادي ناخذ شويه ديال اللويزه، اللويزه غتاخديها وديريها في الماء اللي تيكون بارد، تتحليها ما تلقاي فيها لا لوايه لا عشبه لا حتى حاجه اللي زايده. ومن بعد كنهزو هاد اللويزه كنديروها في واحد الكاس مع باقي المكونات ونخويو عليه الماء طيب غليان جيدا مع الصح ملي تخرجوا وغطيوه، وفي العشيه ملي ترجعوا ردوا هاد الكويس اللي تيكون
لي وكنعاودو ندفيوه. وملي كنبغيو نمشيو نهيسو في بلاصتنا كناخدو واحد المعلقه ديال العسل الحر كنضيفوه معاها وتنصفيو وكنشرب. اما بالنسبه للوصفه الثانيه وصفه موروثه من الجدوات، غادي تاخدي ليا مغرفه ديال العود اللي تكون قديمه، الا كانت حيله احسن وافضل، ما لقيتيش خدي وحده جديده غير هي القديمه، هي اللي كانوا كيداويو بها الناس ديال بكري، لا بومزوي ولا الفجعه ولا الخلعه ولا القولون العصبي وحتى هذوك الصدمات اللي كنقدروا اننا نتعرضوا ليها. كناخذوها كنديروها فوق البوطه كنخليوها تتدفى واحد شويه، وهذاك السيد او السيد او هذاك الوليد ما تنعرفوش ما تيعرفش نهائيا هاد الوصفه، يعني ما تيكونش رد البال بالمره. بالنسبه للولاد الصغار غير دفى شويه هذاك تصدقي سرقه من عنقه، وكتحطيها هنايا في هاد البلاصه بالخف غير كتحطيها وتهزيها. هذيك اللي كدار كتخرج الفجعه، وهذيك الخلعه خاصه تعاني من مشكل ديال صدمات سواء نفسيه او لاجي خبار مثلا تجيك سبب هاد الخبار ديال الزلزال. هذيك وصفه اخرى حتى هي جد رائعه ونتيجتها 100% مضمونه. غادي تاخدي سطل، سطل عادي غادي تعمريه بالماء عادي وديريه في النجوم قبل ما تطلع الشمس، قبل ما تطلع الشمس يعني مع توال الفجر خلاوها الاولين خيطين ديال. غادي تاخديه وتخوي عليك هذاك الماء كامل، هذاك الماء ديال مثلا كتوقفي داك الوليد ولا البنيته وكتخوي لي عليه على غفله. هذيك ها اللي كيدير حتى هي تتنفع بزاف 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 باش كتخرج هذيك الفجعه والخلعه ديال الزلزال وديال الصدمات. وكاينه وصفه اخرى هي نمشيو للبحر قبل طلوع الشمس ونغسلو سبعه ديال الموجات، يعني الموجه الاولى الموجه الثانيه الثالثه، وماشي تبقاي تسني بشويه الماء بارد ولا كتهزي هذاك الوليد وكتلوحي في هذيك الموجه وعندك تكون شي صخره حيت حنا البحر هنايا فيه الصخر، كتلوحي فيها ديك الفجعه اللي تتكون كتكوني بهذا تهنيتي من مشكل ديال الصدمه اولا الخلعه ديال الزلزال اولا كذلك حتى ديال بومزوي اولا حتى الا كان جاتك شي خبر صعيب انك تقبليها وكتبقاي مريضه. هذه الوصفه راها توب دي توب دي توب دي توب. كنظن اني وصلت نهايه ديال الحلقه ديالي معكم، نقري الى اللقاء.